نشوفها في شبكات التواصل الاجتماعي فهي لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد. لماذا نحرم مواطن في مدينة داخلية لم تتح له فرصة أن يكون في مدينة ساحلية أنه يعيش مع فنان جزائري يعني بعض اللحظات وبعض العائلات؟ يعني يمكن ندخل مع عشرات المدن اللي أنا تابعت التمريم، كان هناك تطوع من أبناء بعض المدن في تنظيف وتهيئة الساحات، إعادة دهنها، إعادة تنظيمها، ونجحت هذا الآن تستمر بصورة عادية، والبرمجة كلها تتم بصورة عادية. كل المدن التي برمجت فيها حفلات عبر الوطن هذا من حق المواطن، هذه تدخل على الأقل في تخطيط المواطنة. إذا من حق المواطن أنه يعني يجد، وإحنا لما برمجنا هذا مع وزارة الداخلية وزارة الثقافة مع وزارة الداخلية من خلال الديوان الوطني للحقوق والحقوق المجاورة باعتبار هذه المؤسسة التي تضم أكثر من 20,000 منخرط من الفنانين المبدعين وتتوفر على إمكانات وقدرات مالية كبيرة، رأينا أنه تتكفل هذه السنة هذه الصائفة بتنظيم حفلات للشباب وللعائلات في مدن لم تعرف تنظيم حفل فني، ربما في خلال 40 أو 50 سنة تنظيم محكم وهناك وقوف لكل يعني في التنظيم، أجهزة الأمن الطرق كلها أمنت كل الشعور تنظيم الحفل، وأردنا أن تكون هذه الحفلات في الساحات المفتوحة لأننا نعيش في الصيف، وهذا كله حقق النجاح المطلوب. أما بعض الدعوات فلا ندري يعني ما مبررها، يعني أما هذه الدعوات فلا تعنينا لأن هذا برنامج ترعاه وزارة الداخلية ووزارة الثقافة، وتقف وراءه مؤسسة كبيرة ومحترفة، ويشارك فيه جزائريون من أبناء الفن الجزائري الذين أسعدوا كثير من العائلات.